يا اخي نحن كانصار فريق العريق مولوديس وهران، هذا خبر يثلج الصدور تاعنا، راه يداول الايام الاخيره في موقع التواصل في الصفحات الرسميه تاعنا تاع النادي تاعنا العريق. احنا ان شاء الله هذا يشرفنا، لانه بالليلي عظمه الاسم تكفي، يعني جا البطوله الجزائريه قدم اضافه فيها، دار بصمه، كان هداف البطوله مام حاليا في تونس وعنده البصمه تاعو. ليكيب ناسيونال بالليلي ما كانت ومازالت كاينه، الانصار كامل لم يتغنوا به، كامل يستناو العوده تاعو ان شاء الله بيتكوفيتش يستدعي ان شاء الله ليكيب ناسيونال، وماذا بنا ان شاء الله نشوفه مولوديس وهران، لانه راح يقدم اضافه للبطوله الوطنيه وراح يدير البصمه تاعو بالليلي، غني عن كل تعريف. يا بالليلي نستناوك في وهران. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.